ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن القطبي، مستشار وزارة التربية والتعليم. مرحبا بك. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. بداية دكتور حسن، بما تفسر فصل ميليشيا الحوثي ل8000 معلم من مناطق سيطرتها واستبدالهم بموالين لها؟ هذا أختي الكريمة والمشاهدين الكرام، هذا دأب الميليشيات منذ 7 سنوات، وهي تعمل جاهدة على تعطيل العملية التعليمية وإفراغها من محتواها. وعندما وجدت أن أفكارها العنصرية الطائفية تصطدم بجيل سبتمبر وأكتوبر ومن المعلمين والمعلمات، فإنها لا شك تعمل جاهدة على مسألة إفراغ المدارس وإفراغ المؤسسات التعليمية من الكوادر المؤهلة التي تحمل أفكار نيرة وتعمل لمصلحة البلد. وهذا هو دأب الميليشيات، لأنها وجدت أن مشروعها يصطدم بهذه الفئة، فليس أمامها إلا أن تقوم بعملية الفصل العنصري لهؤلاء لهذه الشريحة، وتهجير العديد منهم والزج بالعديد منهم في السجون، وفصل البقية وإخراجهم من العملية التعليمية كي تتمكن من فرض أفكارها العنصرية على أبناء الشعب وعلى الأطفال، وزرع هذه الأفكار في عقول النشء والطفولة. وهذا موضوع خطير حذرنا منه منذ سنوات، ولا زلنا نحذر من هذه الكارثة التي تسعى إليها ميليشيات الحوثي. نعم، أيضا دكتور حسن، أزاحت الميليشيات المعلمين المفصولين أيضا من كشوفات الحوافز المالية المقدمة من المنظمات المانحة، ما هو تبعات هذا القرار؟ هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم السابقة المرتكبة في حق القطاع التربوي والقطاع المدني بشكل عام، سواء في الصحة، فرواتب الناس مقطوعة منذ 4 سنوات من قبل هذه الميليشيات، رغم أنها تستلم الإيرادات ولديها العديد من الدخول، ولكنها تمتنع عن إعطاء الناس حقوقهم المادية، وتستبعد كذلك أو تحرمهم من المعونات التي جاءت لإنقاذ الحياة من قبل المنظمات المانحة ومن قبل منظمة اليونيسيف وغيرها من المنظمات. وهذه يعني هذا هو دأب الميليشيات، وهذه جريمة تضاف إلى جرائمها التي ترتكب بحق الشريحة وبحق المعلمين والمعلمات والتربويين والأكاديميون في الجامعات اليمنية. نعم، إلى متى برأيك دكتور سيستمر عبث الميليشيات بالعملية التعليمية، وهي عملية جدا مهمة كما ذكرت؟ سيستمر عبثها إذا لم يكون هناك ضغوط حقيقية، وأنا وجهت النداء للحكومة اليمنية ولرئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم وإلى الوزارات المعنية بهذا الموضوع أن ترفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى منظمة الأمم المتحدة، لأن هذا الموضوع هو أشد فتكا من الأسلحة التي تقتل بها هذه الميليشيات أبناء الشعب اليمني، فهذه تقتل شعوب، تقتل أبناء الشعب وتخرب عقولهم وتزرع الأفكار المتطرفة فيهم وتحولهم إلى قنابل موقوتة ستنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة من اللحظات. وهذا موضوع خطير يهدد الأمن والسلم الاجتماعي والإقليمي والدولي. نعم، الدكتور حسن القطبي مستشار وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف.